كان هذا جزء آخر من تعليقاتكم وأراءكم، وأعود مرة أخرى إلى مجدة. فإليك مجدة. أشكرك عبير، شكرا جزيلا على المتابعة وما قرأتي لنا من متابعات الجمهور عبر الإنترنت، والتي تكشف أن الجمهور يبدو كما لو كان لديه نقاط واضحة يرى من خلالها أن العملية الأمنية تتوافر من خلالها في متابعة المباريات. فماذا عن ضيوفي الكرام عبر الهاتف؟ لما حتى الآن تحقيق هذا على أرض الواقع متأخر هذا لهذا الوقت؟ ومعي في هذه الفقرة الأستاذ محمود الشامي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، والأستاذ جمال الزهيري، المشرف على الرياضة في جريدة أخبار اليوم. أرحب بضيفي الكريمين، وأيضا أبدأ الحوار مع الأستاذ محمود الشامي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا أستاذ جمال، يا حبيبي. كما لو كانت الروشتة واضحة في تفاصيلها للوصول إلى مباريات كرة قدم خالية من العنف والكثير من المشكلات الدامية التي واجهناها في الفترة الماضية، فلماذا يبدو كأن الفترة الماضية مرت ولم يحدث جديد؟ الكلام حضرتك دقيق 100%. لم تكن هناك رغبة أكيدة للقيادة السياسية بعودة المعايير الجديدة والضوابط الجديدة، وكمان ما كانش هناك تنسيق ما بين الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية والجهات المعنية سواء الأمنية والرياضية. لكن امس الحقيقه يعني يوم جديد ورؤيه جديده، كلها ديت يعني صارت ايجابيه من نجاح ماتش. استاذ محمود، انا اطلب منك في البدايه ان ترفع صوتك قليلا، هذا اول مطلب. بعد ماتش نيجيريا وماتش نعم. دي النجاحات دي التوابع والاثار الايجابيه بعد الماتش، الناس كلها فرحة على المستوى الفني، الناس فرحانه ومستوى، لكن المستوى كمان الامني، نجاح الامن في اخراج الماتش المباراه بهذه الصوره الرائعه. السبب استغلال هذا الحدث الكبير وبنت العارف ان احنا نرجع الجماهير بنفس الطريقه بس بالمعايير وبالضوابط. طيب انا ليا معك الكثير من النقاط التي ستتوقف عندها، لكن في البدايه كنت في اجتماع مع وزير الشباب والرياضه الاستاذ خالد عبد العزيز منذ الامس، ما الذي اتخذ من جديد في هذا الصدد وهو المباريات في هذا الاجتماع؟ هي الرغبه الاكيده من الامن، هناك رغبه اكيده من الامن بعوده الجماهير بالضوابط زي ما حضرتك متابعه بالظبط في كلام الكتاب وردود الافعال باربع محاور رئيسيه. اول محور نعم، هناك مع التعاون مع شباب الرياضه كيف تترجم تلك الرغبه الحقيقيه الموجوده لدى وزاره بالضبط. الشباب والرياضه والجمهور لفعاليات حقيقيه؟ لأول مرة في تسجيل بيانات حقيقية بمعرفة وزارة الشباب والرياضة مع شركات خاصة، نعم، بيانات محددة مراجعة من وزارة الداخلية، ثم بعديها حصر هذه الاعداد سواء للمنتخبات او الانديه، ثم بعد كده حضرتك السماح بنسبه محدوده من الجماهير كتجربه لا يتجاوز 15% من السعر الامنيه في الاستادات. نعم. ثم بعد كده انتظار هذه النتائج تكون كمان موجود على كل تيكت بعد استلام التيكت والتذاكر. نعم. الكاميرات تكون جاهزه كمان ورا كل تذكرة. ما هي المدة الزمنية الموضوعة يا أستاذ محمود فورة لمتابعة فورة هذا الأمر؟ فورا يعني فورا ده يترجم في مدة قد إيه؟ فيما يخص منتخباتنا احنا، نعم، احنا موافقين فورا، أو عندنا ماتش ودي النادي يكون في شهر 5 يكون فيه منتخب الناشئين، المنصيرة بتاع الشباب هيبقى كده، نعم، الشطة كلها تبقى كده. بالنسبة للأندية دي طبعا ده قراره من محمد صلاح ومن الزمالك لرؤيه نادي الاهلي لرؤيه، نعم، اعتقد ان هيبقى في تنسيق بينهم بحيث ان هو يعرف. طيب ما هي حقيقه ان هناك ملاعب اعلنت بالفعل ان الضوابط الامنيه متوفره لديها؟ كل الملاعب لان اصلا حضرتك الملاعب الاساسيه موجوده زي برج العرب زي سبورت زي استاد القاهره زي السلام زي كلام من ده، كل ده ملاعب قابله انها تقبل المنتخبات، ان احنا بدائين في خطوه المنتخبات، ولو نجحت من اين اذا جاءت يا استاذ محمود وجهه النظر انه لم يتم جديد في مجال تامين الملاعب حتى الان؟ يعني انا واقع الان بين شقي الرحى كما يقولون. الكلام ده غير دقيق. نعم، بالعكس الطرف معالي الوزير قدم كشف ب 650 مليون جنيه تم صرفهم لتطوير الملاعب الموجوده، السويس تطور كل الملاعب دي اصبحت لها كاميرات ولها تحديثه، وغير كده الشركات الخاصه عندها من القراءه والنت
واضحه على برامج الكمبيوتر. اذا استاذ محمود الشامي عضو الاتحاد المصري لكره القدم يقول ان الملاعب المصريه اضحت مستعده لاستقبال الجماهير بشكل حقيقي، وان جزء كبير منها تم صرف مبالغ ماليه قد ذكرها بالفعل في سياق حديثه لتامين هذه الملاعب واضحت مؤمنه بشكل حقيقي. هذا الكلام على مسؤوليته بالتأكيد. أتوجه أشكر أستاذ محمود الشامي شكرا جزيلا على المداخلة وما قدمه من معلومات كعضو الاتحاد المصري لكرة القدم، وأتوجه بالسؤال للأستاذ جمال الزهيري المشرف على الرياضة في أخبار اليوم. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ جمال. هناك وجهتين نظر طرحت في هذه الحلقة. هناك من يرى أن لم يتم جديد في مجال تأمين مباريات كرة القدم بشكل حقيقي في الفترة القليلة الماضية، على الرغم من الأحداث الدامية التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية في هذا المضمار. من يتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم يقول أن هناك إجراءات فعلية قد اتخذت بالفعل، وأن مباراة مصر ونيجيريا كانت علامة على تغير سلوك الجماهير والمتابعة الأمنية الدقيقة. ما وجهة نظرك؟ طبعا أول تحياتي لحضرتك وللمهندس محمود الشامي. نعم. عضو مجلس إدارة الاتحاد. والحقيقة أن هناك يعني بعض المجهودات التي تبذل لعودة الجماهير، ولكن من وجهة نظري هي غير كافية. نعم. لأنه كلنا لدينا رغبة بما فينا اتحاد الكورة والأندية والجماهير ووزارة الشباب والرياضة، كلنا عندنا الرغبة بعودة الجماهير، لكن نعم. الإجراءات من وجهة نظري ليست كافية، بدليل أننا حتى الآن لم نتخذ قراراً بعودة الجماهير. يعني لو كانت الأمور كلها مرتبة وجاهزة لاستقبال الجماهير فكان القرار سيتخذ. قد يكون على مستوى المنتخبات المسألة يعني أسهل كثيراً، تصبح أكثر قدرة في السيطرة طبعاً. الأمنية طبعاً، يعني أولاً بيبقى جمهور محدود وينتمي إلى منتخب مصر فقط، وبالتالي فليس هناك خلافات بين جماهير أو أطياف مختلفة من الجماهير. نعم. من وجهة نظري أن الملاعب ما زالت تحتاج إلى الكثير من الإجراءات التي تؤمن وتؤمن عودة الجماهير وتضمن المراقبة الجيدة للمخالفين. ويبقى بقى شق آخر مهم جدا، وهو إنفاذ أو تطبيق القانون على المخالفين. نعم. بمعنى أن أحيانا نرى إجراءات أمنية مشددة جدا ومع ذلك نجد جماهير تدخل وترفع لافتات مسيئة أو مثيرة. نعم أفهمك. نعم. ومع ذلك بنترك الجماهير تدخل وهي تحمل هذه. نعم. إذن أستاذ جمال زهيري مشرف على الرياضة في أخبار اليوم، وجهة نظرك تتلخص في أنه يجب تطبيق قواعد القانون كما هي بشكل حقيقي والتجديد عليها، وأن هناك مرحلة يجب أن نمر بها لإعادة الجماهير بشكل فعلي في المباريات الكبيرة، وأن المباراة السابقة بين مصر ونيجيريا ليست معيارا حقيقي لأنها لم تتضمن ذلك الزخم الجماهيري الذي نراه في المباريات الكبيرة. تبقى لي أن أرصد الكثير من أرائكم مرة أخرى مع زميلة عبير شوشة. ماذا لديك هذه المرة عبير؟ لدي المزيد بالفعل يا مجد من الأراء، ولكنها في الحقيقة بتتفق تماما مع الأراء التي تم ذكرها من قبل. يعني على سبيل المثال أيمن الأنصاري، الضوابط المطلوبة لعودة الجماهير لحضور مباريات كرة القدم هي التفتيش الذاتي من قبل الجهات الأمنية. أبو مريم، لابد من تحديد الشخصية عن طريق الرقم القومي وأيضا ترقيم المقاعد. محمد منصور، أسوأ شيء في الكرة هو التعصب الذي نراه من بعض الجماهير، ويأتي ذلك نتيجة لبعض الأسباب ومنها الإعلام الرياضي الذي يجعل ممارسة الرياضة غاية كبرى ولا يركز على كونها لبناء الأجسام. أبو أدهم الحفني، قبل وضع ضوابط يجب على أجهزة النشر والإعلام العمل على توعية الجمهور وحثهم بأن يتخلقوا بالروح الرياضية. السيد يونس، الرياضة أخلاق، مبدأ غاب في الفترة الأخيرة عن بعض الجماهير. محمد العريشي، بمنتهى البساطة عمل اجتماع لجميع رؤساء الأندية وتوقيعهم على وثيقة
تتضمن أنه في حالة إطلاق شماريخ يتم خصم نقاط المباراة كاملة من الفريق صاحب هذه المشاغبات. إذن تكثر الآراء والتعليقات، ولكن نعود دائما إلى كلمة السر وهي الأخلاق. فالأخلاق هي السبب الرئيسي وراء الانضباط في كل مكان ومجال، في الملاعب، في المدارس، في المستشفيات، في الشوارع. الأخلاق. أعود إلى مجدة. إليك مجدة. أتوقف عبير عند ضيفك الأخير أو حديثك الأخير عن أنه حينما يثبت إطلاق شماريخ من قبل مشجعين لنادي معين تخصم نقاط من رصيد هذا النادي. العقوبة دائما هي الحل الحقيقي في بعض الأحيان حتى نضمن عدم إساءة الأدب. يعني كرة القدم لعبة شعبية ويجب أن تظل كذلك، عاشت وتغذت على فكرة وجود الجماهير، لكن إعادة الجماهير إلى عملية التشجيع وإلى ساحات الملاعب يجب أن تكون بإجراءات حقيقية شديدة التأمين، شديدة النظام، مع تجارب واسعة قبل اتخاذ هذا القرار. تبقى لنا موضوع حلقة الغد، وهو كما سيظهر على الشاشة الآن، وهو بعد انخفاض معدلات المواليد للمرة الأولى، كيف يمكن البناء على برامج التوعية الأسرية؟ بعد انخفاض معدلات المواليد للمرة الأولى، كيف يمكن البناء على برامج التوعية الأسرية؟ كان هذا هو موضوع الغد الذي نرغب في مشاركتكم إياه. كانت هذه أيضا نهاية حوارنا اليوم في همزة وصل. نلقاكم وهمزة وصل جديدة تفتح بابا للحوار دوما بيننا وبينكم.